أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. اسم نادي التسامح، كنقول لكم مرحبا بكم وخرجة ممتعة إن شاء الله. كنقولوا راه جاوا بينيفول، يعني ما مخلصين ضحيين من وقتهم، جاوا مع جوج داروا لي فالونس، عرقوا وزراوا وخلوا مدار على قبل باش دار هذا الفيلم إن شاء الله ويكون ناجح. نصفوا عليهم مرة أخرى فلان باند. بالنسبه لتاريخ سلام بان في 1986 مع واحد السيد سميتو مارك سميث في الولايات المتحده الامريكيه. ابري انتشر لوروب، جا لو موند عرب التونسي اول دوله تدخل، اول دوله عربيه تدخل سلام. المغرب دخلوا اوفيسيالمون في 2012 مع الصديق ديالي مصطفى سلامر، جو بونس كلكم كتعرفوه. في 2012 مي كان في المغرب من قبل مع الدراري ديال وجده والدراري ديال كازا، كان جديد مي ما كانوش شي يدخلوا اوفيسيالمون، يعني ما كانش كتبدا لي زالبوم في يوتيوب، ما كتبداش دي تراك في يوتيوب. ابار سا سلام هو واحد الشعر حي، ماشي شعر كيبقى ميت بينات مكتوبه، عنده عنده قناه ديال الشعر. جو انا جو انا في مونشي اناس بور سون انورم افور، سي لوي كي ا ديسيدي دو كريي سيت كومبيتيسيون دو تالون. يس اند اي سي سلام جود تالنت هير ان جديدة. بغيت نقول لك علاش ما نقدرش على الأفلام، بدلتني الحياة، عطاتني وجه معمرة مسعات، فتحت لي كامل البيبان، سلكات لي من كامل النيران، قالت لي ما نخليكش حتى المامات، ما راح تكبري بلا بابات، حياتي بدات طفلة ماشي بحال كاع البنات. لو مود لا باترنيتي في قلبي كومبلكس لافيغيغيتي في حياتي. حبست قريتي وأنا في عمر الوردة، بيت نبكي في الليل راسي فوق من الخدة. عاوني الحكرة سهلة الظلم سهل في الزمان حاكم واحد جاهل، في زمان اللي الناس تشوفوا ضمير حمالي. الاغتصاب جا في الطوبيس صافي، حنا من جنسية بوركينا فاسو، المشاكل علينا صافي تحرمات، حيت بعدا شحال من حاجة اللي في كتاب الله تحرمات، عليها الناس على الكذوب كتحلف، والشيطان أمانة، بنوب شاركوا معنا الطعام، أما الشهوة كبرة معانا، حياتي تورناج، ما بين دروبة في المغرب خوكم انجينير في الشوماج، خوتي دوماج. خرج عليا حيت راك لابس كوداس ديال الحديد، خرجت حاضر راسي كنشوف كل ضحكة ولونة، كنغوت كنزيد غوت كنقول مال هذا، وأنا الضحكة وأنا الطبيعة من دابا نخونا، شناهو أنا وأنا قصة غنكونا، جا مرسول سوته على حياتي، جاوبني بون عام ورا عام، والضحكة بدات كتكشف، واش غير شمس بيطارات ولا حيت خايفين لا نتلاف. حرف ورا حرف حسيت براسي كنخفف، حتى النهار عطاوني الدنيا بألاعبها، فأرسلت إلي شابا يكبرني بسنوات قليلة، ظاهر أنه مر بأوقات عصيبة، لم أدري حينها أنه سيجعل من حياتي عيشة كئيبة إلى حيوان، استدرجني واستغل سذاجتي، فاجتمعت كل أحلامي وجعلت تحت وسادتي، حسبته يسعى وراء مصلحتي، لكنه كان سبب معصيتي. أنا التي لم أفرط يوما في عبادتي، أنا التي خنت ثقة آبائي، فكان عاقبة ذلك أنني اختنت نفسي، استوهبت سنوات غالية من عمري، دمرت أحلام وآمال كبيرة من كبريائي. بالنسبة لمشاركتي هنا في هذه الكومبوزيسيون ديال السلام، كانت واحد المشاركة مزيانة، وكانت ثاني مرة ليا كنشارك في شي ايفينمون ديال السلام. بالنسبه ليا كان داكشي في مستوى واحد تبارك الله عليهم، بالنسبه لالياس ولا اناس ولا خدمو تبارك الله، وكانت الايفينمون انت كتشوفي. وبالنسبه لك راس مون الاول فرحان بزاف، علاش؟ حيت ثاني مره كنت دابا الدجاجه اللي خانك فروج ديال مع فروج اخر، هذيك البيضه اللي غناكلو واش حلال ولا حرام؟ شو واحد قال لك حرام؟ بغير غير ماكله. دابا شوفوا معايا، كتكون خدام في بلاصه بعيده، كتجي للدار تبغي تغدى، تلقى داركم تغداو، كتمشي للكوزينة كتبغي تشوف واش مخلي لك الغدا، كتلقاهم مخلي لك طبسيل، فوقو طبسيل زعما مفاجأة. إيوا المهم غير
المغاربه مع كنبغيو نحلوا التفصيل كنشوفوا ديه في الوسط واش كاين اللحم واش ما كنلقاوش اللحم كتعرس كتموت قلب تخفر في الاول حق تمشي عند امك لا تعلمون فكرهت عقلي للعدام الفكر في عقلي واحببت قلبي واستمعت لقلبي وقال لي قلبي وساقول لكم كلنا راحلون احببت الناس لنفاق الناس لي فنافقت اعز الناس لي لحب النفاق لي فانقلب الشيء ضده فقالوا لي لماذا تكتب بالسبب كلماتا وماذا وما هذا فالنفاق هذا والله لا اشتبه هذا ما هذا الشيء الذي اعيشه شيء طارت لبخمية الشيسيون ديالو حاول أننا منقوش نتسناو لزاتر كومبيتيسيون اللي كيديرو من طرف الناس اللي نعسوه في جديدة كما كنقولو كانت الحمد لله ماشي غير في جديدة كانوا دي كونديدا من كازا تخوا كونديدا من كازا الحمد لله وخلقينا عدة صعوبات ملي بغينا ننظمو هادشي صونت درنا على ديسبونسور كدا مي ديما أنك كيلقاوك كتلقى صوت المهم علينا كنبغي نشكر كاع اللي ساهم في هاد الفيلم وحياتي بدون رفيق ووالدي بدون خالق من الكون إعاقة ماشي في الأعضاء إعاقة في القلب لصاب الجفاء إعاقة وفي قلبه كيشوف وشحال من واحد بعينيه وقلبه مكفوف ستيفن هوكين في كرسي باراليزي وفكره تخطى كاع العقول ساءتي تجاهك فمتى يلين قلبي ويكتبك مبتسمة ضاحكة وراضية أشعر بالإساءة أحمل قلمي في جو مكتئب فلولا الكتابة ولولاك ما ارتحت لوهلة أشكرك قصدي الأمان في وطني عندما لا أحلم بالكوابيس بسبب وطني عندما لا أرشد وبهتان ما بغهاش كل إنسان الرشوة حرام وذكرها الله في القرآن واش طبيب يشد في الخنصة بالأطنان وياكل المسكين في القدران الحناش كتخرج من الغيران كيف تشع الطعم في المكان كرشهم كتكبر وتسمان انا عايش في القهرة وحرمان وواحد كيشرب في القهوة على حساب فلان مصيبة طرات في هاد الزمان مع ابن كيقلي في القطبان ومخليني عايش وسط فيران دهونا بالماتشات دهونا بالماتشات كيلو فراش ويهرب من مكر ويتلاجم في الكلام ويسبوا في الظهر ما يكبش مئتي الكافر شوف كيف تشوف نتايا من مورا المرايا الحمر والصفر تخلطات الدنيا ولا تمر وشادين سوارد مقفولة وما مخليناش تكفر والحديد صدى وما نبين صدى وصدر تربى الحفر بغيتها تبدل وزاد القمر مغرم أنا بيك على طول وأنا صابري وصبري في شوي غرام لا عتاب ولا لوم ليل ورا ليل وغدر في وجوه وانت اللي ناديته من ذكاري وفي يوم كيقوم بهذه المبادرات الثقافية والاجتماعية وأيضا الفنية هي فكرة جاءت من الشباب وقام بتنظيمها وإنجازها الشباب لديهم حس فني وثقافي ما كان علينا إلا أن نساعدهم كوني مكونة وفاعلة مجتمع مدني رحبت بالفكرة ودعوت الكثير من الأصدقاء منهم كما تعرفون مسيو مغلي رئيس نادي بينكو وأيضا أود أن أشكر مندوبية الثقافة مسيو عريس لأنه هو الذي أعطانا الموافقة على القاعة وأيضا مسيو هشام بهلول وكنتمنى أن الكل يحاول يدعم هاد المسابقات الهادفة لأنها عندها رسائل مهمة اللي كتبين على قدرات الشباب وأيضا على الوضعية اللي كيعيشوا
زوروني كل سنة مرة، زوروني كل سنة مرة، زوروني كل سنة مرة، حرام تنسوني بالمرة، زوروني كل سنة مرة، حرام تنسوني بالمرة، حرام تنسوني بالمرة. دماغك تفاكش، معرفتش علاش فين ما كنكتب شي حاجه تلقى شي سطور على امي، داكشي كامل اللي كنشوف حقه مازال اكثر منه مخبي تما كمكلخ. واش عندك الحياه هي كافين وارو السيجار؟ ما عارفش باللي بغاو تبقى غير حمار كيف الفيش. اش كتسنى من واحد باللي كان طايح كيدير ليا فيديو قرن 21؟ علاش مازال مكلخين؟ ياك اللي قبل منا كانوا متقفين غير بالجورنال والراديو. فيك الحكام في داك الحرام تخلصوا غير بالمالك. شكرا بلادي، نجي ليش منيش فيك الخير لقيت شرك في قاي، مالك هما اللي كلاو البهيمة وبكاو مع الراي. شكرا بلادي، ما بغيتش نكون اناني، ماشي مهم نكون قاري باش تكتب معاني، هذا شعيب باش نجو. أنا جسد بلا روح وبعت نفسي متباهية بتحقيق انتصار، آمنت وآمنت حتى صنع الإيمان بعروقي أطول مسار. لا أدركت عادتي فأنا في مركز المدار، كلمات تدور من حولي تبحث عن ستار لتختبئ خلفه قبل أن تنهار، فأصبح أنا وهي محطة. I asked him, where have you been? He stares at me and said, I'm sorry. Paradise is waiting for me and you, you have to die because you committed a sin. But wait, if I am a sinner, don't commit another sin by killing. Islamism. If you want to clean, start with your brain. Don't be fundamentalist, but be you, a human being. Humanity is your nature, and love is the reason to claim. I am not afraid of you, and so do you. Because كنت من لجنة التحكيم، يعني وكاين واحد الخبرة واسعة الحمد لله في هذا المجال ديال السلام وهو فن كلامي، ويعني تقدموا بعض المرشحين والمرشحات، وكان الحمد لله كان واحد الامتياز الحمد لله، لأنه اكتشفنا بعض المواهب اللي ولو يعني بدات يعني من جديد، فهي كاين عندها يعني واحد عطات واحد الاكل الحمد لله. وهذه المسائل يعني هذا المجال هذا الميدان الفني اسمه هذا الكلام هذا الفن الكلامي، يعني هو يعني واحد النموذج اللي كيرقي بنا وكيوصلنا لواحد المستوى يعني فكري وعلمي واجتماعي، لأنه يعالج كثير من المواضيع الاجتماعية. والحمد لله كنتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والمزيد من هذا العطاء في هذا الفن لكي يتكاثر هذا النوع، لأنه معالج تحت المجتمع ديالنا المغربي. وشكراً.